قال رحمه الله: وحقيقة ذلك أن يحبب الله للعبد الإيمان ويزينه في قلبه، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حببه وزينه، سبحان الله، حبب إليهم الصلاة والزكاة والصوم والحج وزينها في قلوبهم، فأصبحت زينة لهم، زينة العالم الخشوع والخشية، وزينة العابد الاستقامة. والله إنك لترى الشاب المستقيم على طاعة الله وفي وجهه نور، وترى الشيخ الكبير المستقيم على طاعة الله وفي وجهه نور من أثر الاستقامة، وترى الرجل يتزين بأجمل اللباس وترى على وجهه ظلمة والعياذ بالله. هذا لا يخفى على من له فراسة وله معرفة بالناس، يعرف الرجل بوجهه، خصوصا إذا كبر السن وكانت الاستقامة على الطاعة، فترى أثر النور على بعض الصالحين، وترى أثر المعاصي على بعض العصاة والعياذ بالله. أيضا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليهم الطاعة وزينها في قلوبهم، وكره إليهم المعاصي. وأنا دائما أضرب مثلا هذه الموسيقى، الآن انتشرت، بعض الناس يتلذذون بها، لا ينام إلا على الموسيقى، ولا يستيقظ إلا على الموسيقى، ولا يأكل إلا على الموسيقى، ويتلذذ بها وكأنه في جنة. وبعض المسلمين إذا أردت أن تعذبه أسمعته شيئا من الموسيقى. هذا هو الفرق، هذا هو شاهد من الواقع لحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليهم الطاعة وكره إليهم المعاصي. بعض الناس إذا دخل المسجد كأنه في جنة، وإذا فارقه كأنه يخرج من الجنة. وبعض الناس إذا دخل المسجد كأنه في سجن، أول ما يدخل خصومات وكأنه أدخل السجن، يدخل بوجه كالح يسب ويشتم، وكأنما أكره على الصلاة، بخلاف المسلم المستقيم إذا دخل المسجد كأنه في جنة. لو قلت له ما قلت لا تغضبه لأنه في نعيم. فهذه آثار الاستقامة. أيضا جعلهم من الراشدين، والرشد هو الاستقامة على الطاعة، خلافه الغي والضلال. عرفوا العلم وعرفوا السنة وميزوا بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، فأصبحوا في هداية من الله، أصلح الله لهم الظاهر والباطن، وامتد هذا الصلاح إلى ذرياتهم وإلى بيوتهم وإلى جيرانهم وإلى مجالسيهم، فأثروا في الناس. ولهذا بعض الصالحين يقول إنه لربما يرى الرجل فيذكر الله إذا رأى، بعض الناس إذا رأيته ذكرت الله، لأنه يذكرك بالله، يذكرك بعبادة الله. إذا رأيت وجهه تذكرت الاستقامة، تذكرت الذكر. فجعل الله لهؤلاء الصالحين بصلاح قلوبهم هذه الاستقامة العظيمة